بصوا يا جماعة، انتوا وحشتوني وبجد بحاول ان انا ارجع ليكم تاني واقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي نتكلم عن وصفة. انا ما عنديش الامكانيات هنا ان انا احضر لكم الحاجات، بس انا هشرح لكم عن حاجات قوية جدا للشعر، حاجة تقوي، حاجة تخلي الشعر معانا رطب، حاجة تخلي الشعر بملمس النعومة القوية من غير ضرر، الإفادة فيها قوية. كل اللي عليك يا ستي كلها هتحضريها حاجات بسيطة جدا موجودة في البيت، موجودة سهلة وهتقدري تعمليها، وإن شاء الله هتلاقي شعرك ده اختلف معاك كتير جدا من الهيشان، اختلف معاك كتير جدا من حاجات كتيرة مشاكل أنت بتعاني منها، منها التكثف، منها التساقط، منها تقوية الشعر، منها قصر الشعر. هنحط ثلاث مكونات، ثلاث مكونات دول طبيعيين قويين جدا جدا قوي للشعر. اول مكون يا عمر، تعالى بس الاول تشربي النسكافيه. اول مكون بس هتجيبيه هتروحي عند الجزار هتجيبي ماسوره بتاعت اللي بتعملي بيها شوربه دي يا بنت الحلال، ماسوره، وهتطلعي منها النخاع. النخاع ده يا جماعه بمثابه كرياتين طبيعي للشعر، حاجه كويسه جدا قوي. طيب عشان نتعامل معاه صح هنجيب ثلاث حاجات، قلنا النخاع هتجيبيه من عند الجزار، حد انت كويسه وبتتعاملي مع الجزار بتاعك طبيعي هتروحي تجيبي منه الماسوره، وبعد كده هتفضي اللهم صل على حضره الكريم النخاع، هيطلع هتسيبيه شويه ركب ما تسيبها يبدا يعني يعمل عمليه تجليد للشعر. هتسخن خطوه خطوه عشان ما نمشيش، وهتجيبي بعد كده معاه جرجير، وبعد الجرجير هتجيبي زيت الزيتون. يبقى احنا ثلاث مكونات عندنا، اول حاجه النخاع، تاني حاجه الجرجير، ثالث حاجه زيت الزيتون. طيب هنعمل بيهم ايه دول؟ اول حاجه هتسخني النخاع، هتخليه يبدا عامل عمليه يعني يبقى عامل زي الزبده كده يبدا سايح، وبعد كده هتدخليه مع الخلاط، في الخلاط مع الجرجير. هتجيبي، انا ما عنديش الامكانيات ان انا احضر لكم الحاجات، بس انت افهمي انا عايز اقول ايه. هتجيبي النخاع في طبق، وبعدين الجرجير، وبعدين زيت الزيتون. الثلاث مكونات دول هتحطيهم في قلب الخلاط. هتعملي ايه؟ هتضربيهم ضربه كويسه قوي، هيبدا معاك يشد، هيطلع زي نظام الافوكاتو لما تكوني عاملاه، او زي البصاره، يعني انا بديكي الهيئات اللي انت حضرتك ممكن تكون وردت عليكي. الحاجات دي يعني والله بمثابه كرياتين، حاجه قويه جدا للشعر، تساقط، تقويه، تطويل، هيشان، ده حاجات طبيعيه. المشكله ان احنا نعمل، بس اهم حاجه تركزي على العمايل. طيب احنا كده عملنا المكون وعملنا الخلطه وموجوده، طيب هنفردها ازاي على الشعر، او طريقه استخدامها ازاي هتكون على الشعر؟ بص يا قمر، قبل اي حاجه عايزك بس تصلي على حضره النبي، وما تنسوش بس اللايك والدعم، الكومنت لذيذ منك، ولو انت بتتفرجي عليا اول مره تابعيني هتستفادي كتير. طيب طريقه استخدام الوصفه هتكون ازاي؟ طريقه استخدام الوصفه هتكون كالتالي، زي ما انا قلت يا جماعه ان اي وصفه، اي حمام بتتعملي زيت او اي حاجه بتتحط على الشعر، لازم الشعر يكون مبلول، بمعنى ان حضرتك تاخدي الشاور الجميل او الدش الجميل، وتجيبي بقى التعصيبه، وتجيبي حاجه جنبك، وتجيبي الثلاث طلبات اللي احنا طلبناهم اللي هو النخاع والجرجير والزيت الزيتون. طيب اول حاجه اما تبلي شعرك هتعملي عمليه مساج للشعرايه، هتجيبيه لقدام كده، وبعد كده تبداي عمليه فرك للشعر. الفرك ده لازمته ايه؟ اللي انا بنشط او الخلايا بتاعت الفروه بتاعت الشعر، ببدا اعمل عمليه ضغط فالدم يبدا يفور في الشعر. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه بقى هتجيبي لما تجيبي شعرك لقدام هتيجي جايبه النسكافيه ب 5 جنيه ولاد الحلال. طيب هتجيبي الوصفه وتبداي تعملي نظام مساج بالشعرايه بيها كده، واهم حاجه يا بنت الحلال انت تصلي على النبي، اهم حاجه توصلي الموضوع لفروه الراس، توصلي الموضوع للفروه. وبعد كده طيب معانا حلين قلنا عليهم قبل كده، يا بونيه، هات البونيه كده يا خالد لو سمحت. طبعا طبعا بنسبه 70% مفيش ست في البيت ما عندهاش البونيه ده، فالبونيه هتحطيه على الشعر، يعني بعد ما احنا حطينا الخلطه، بعد ما حطينا الوصفه، هتحطي شعرك بعد ما تعملي الفرك وتعملي المساج وكل حاجه، هتجيبي البونيه، هتجيبي البونيه وهتسيبيه على شعرك لمده ساعه بالوصفه دي، هيبدا يعمل عمليه تجليد، ده طبيعي ان عشان فيه ماده النخاع، ده طبيعي. طيب بعد الساعه عملنا ده،
ما فيش مشكله نغسل شعرنا. طب ما عندناش ده، عندنا كيسه. ما عندناش كيسه، قلت لك برده لو بصيتي في جميع فيديوهاتي عندنا الفوطه السخنه السحريه يا جدعان، والله العظيم حاجه قويه جدا. طيب الفوطه السخنه زي ما انا قلت بتنزل تدريجي، فهتديكي المفعول الكوي لشعرك، وانا انصحك بيها مش البنيه انصحك بيها، بس انا بقول لك لو مش عايزه تتعبي عندك البنيه وهتسيبيه سياحه. بعد كده بقى ست الكل هتغسليه بايه؟ هتغسليه بحمام كريم او بلسم، بلاش الشامبو، مش عايزين ننزل الكم اللي موجود في الايه؟ في الفوصفة، ننزله مره واحده. الشامبو بيجلد، بيعمل عمليه نظافه لا مؤاخذه، بيعمل عمليه نظافه قويه. لا انا عايز ينزل واحده واحده، ما يبقاش الشعر يزيق معايا بعد ما، لا يبقى الموجود فيه الفايده بتاعت الوصفه موجوده فيها. يا رب يكون فيديو نال اعجابكم، انا مش عايز اطول عليكم كتير، بس الفيديو ده قوي جدا يا جماعه، واعملوا الوصفه ديت سهله. انا مش عايزه، كنت انا بحضر لكم الحاجات دي الاول بس مش عندي الامكانيات. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هيكون عندي الامكانيات واقدر على قدر الامكان ان اوصل لكم المعلومه بسهوله. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسوناش بس من الدعوه لابويا وامي الله يرحمهم.